مقابل هذه المزرعة هذه مدة تحل 20 عام وأنا مقابلها. ولكن الحمد لله تتشوف فيه كاين الزيتون هذا العام كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. هذاك الشيء من ندرة ديال المياه ناقصة شوية هذا العام هذا. وما كعرف الإقليم قلعة السراغ أنا معروفة بالزيتون أكثرية، دابا قول نص الكثير ما كاينش الماء هذا العام، جا قليل شوية. وتتشوف فيه دابا ما عرفناش السوق شنو داير الثمن ديالو، بنادم دابا يلاه بادي والحمد لله هادشي القسم الله هادشي اللي عطانا الله. حتى تشوف امتى بديتو الموسم ديال الجني؟ يلا بادي دابا شي سيمانه حقاش، دابا السوق باقي ما تفتحش. الغله العام قليل الزيتون في المغرب كامل تنسمعوا بانه قليل، وبالمنطقه ديالنا هنا قليل بزاف. السبب من ندرة المياه ما كايناش. كنبدا مع الزيتون، هذه هي الخدمه ديالي يعني. بدينا في هذا الشيء ديال المعصره اليوم، يلا بحال عا كنغسلوا اليوم اللغول، وكتم غادي الخدمه مستمره. اليوم هذه هي البدايه، راك شتي كنديروا هذا الشيء ديال نغسلوا هذا الشيء ديال الحصره الحجره، كنيسروا كنديروا مصاور جداد، كل شيء هذا الشيء راك كتشوف على عينك، والخدمه غاديه هي هذيك. ومن بعد راك كيمشي للطواني الزيت تيتعصر، كنهزوا للصفاي كنديروا نصفيوه، كيجي المستهلك كياخذ الزيت من هنايا صافي مقاد مريقل. واللي بغى يطحن مثلنا كيطحنوا ليه ب 10 دريال الكيلو، 10 دريال الكيلو بحال 1000 ريال القنطار. الموسم ديال الزيتون تيكون فيه الاقبال ضروري، هذا الموسم ديال الزيتون هذه 3 شهور ولا شنو هي فيها الاقبال ديال الزيتون. لقد شارعنا في انطلاقة وفي عصر زيت الزيتون يوم الخميس نهار 12 في شهر 10 2022. هذا العام واش كاين واحد الوفرة في المنتوج ديال الزيتون؟ هذا العام الزيتون قليل بأن الجفاف شوية قال كلمته في هذا العام، بأن الزيتون ربما غادي تشاهدوه بأن الزيتون واحد 65% كرمت ما بقاتش. دابا الزيتون اللي كاين يلا ديال الابار، الناس اللي عندهم الابار هما اللي عندهم داك شويه ديال الزيتون، ولكن هذا الزيتون ديال هنا جاوا البياع والشرايا من سوس، جاوا من اي تعتاب، جاوا من شيشاوه، شراوا الزيتون واقف، شراوه بواحد الثمن خيالي، بدح كيحسبوا ليه كيلقاو شراوه في الشجره ب 10 دراهم. اشنا هو غادي يكون هذا الزيتون؟ ما عرفناش حنا هذا العام الزيت، ودابا لحد الان راه الزيت عاطي الزيتون عاطي 11 12 في القنطار. هذه البدايه ديما كتكون هكا، غير هي المشكله اللي كاينه وهو الزيتون غالي، الثمن غالي باهظ. حنا طحنا هذا الزيتون الطحنه الاولى عطاتنا 10، والزيتون دير 9 دراهم، كون طحنوا ب 50 درهم هي 9.50، اذا الزيتون راه طايع لينا ب 1950 ريال بالريال. حنا دابا حشمنا باش نقولوا للناس اودي 100 درهم، كنقول لهم 80 درهم. علاش؟ بان الزيتون ديالنا حنا صبرنا، حنا صابرين باش الكليان ما باش يديو الزيت وياكلوا الزيت، وحنا دابا غاديين مع القطره.